السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته التحيه الى كل مشاهدي قناه جواد بالحاجه وكما ترون امامكم هذا الهاتف من نوع زيت مونتي كارلو يعاني من حساب جيميل اي مغلوق بحساب جوجل لا يريد الدخول الى اي شيء كيف السبيل الى الدخول الى اعداد هذا الهاتف سوف نرى ذلك في هذه الحلقه اول شيء سوف نقوم باغلاق الهاتف كليا ثم سوف نزيل البطاريه بعد ذلك سوف نعيدها كما ترون امامكم هذا من نوع اورانج مونتي كارلو بلانكو زي تي بي 743 تي ثم سوف نقوم بالضغط على زر رفع الصوت وزر القائمه ثم زر التشغيل كما ترون بعد ذلك سوف يتم الدخول إلى هذه القائمة عند شعورنا باهتزاز سوف نزيل إصبعنا على الباور ثم يدخل إلى هذه القائمة التي ترونها أمامكم بعد ذلك سوف نقوم باختيار الأمر الذي نريده وهو ويب داتا فاكتور ريزيت عن طريق التنقل بزرين رفع الصوت أو خفض الصوت ثم نؤكد بزر الرجوع كما ترون امامكم لن ينفعكم الضغط على الباور او القائمه او غير ذلك ولكن سوف تضغطون على الرجوع سوف يعمل اوتوماتيكيا كما ترون امامكم نختار ويب داتا ثم سوف نضغط على زر الرجوع وهكذا سوف نؤكد اختيارنا ثم نذهب ونختار يس وبعد ذلك نختار نضغط على زر الرجوع ثم ويب كاش بارتيشن ثم سوف نضغط على زر الرجوع وكذلك سوف يقوم بمسح جميع البيانات وبعد ذلك سوف نقوم بروبوت سيستم ناو سوف يتم اعاده تشغيل الهاتف تلقائيا وهكذا تم تمت عمليه مسح جميع البيانات او ضبط المصنع وبذلك سوف نرى بعد قليل ان الهاتف اصبح لا يتوفر على حساب جوجل وكما ترون امامكم الان قد تمت عمليه الدخول الى الاعداد الاوليه سوف نختار اللغه بعد ذلك سوف نختار الاعدادات الاوليه كاي هاتف كل ذلك سوف نتخطى كل شيء نعم نقوم وهكذا تم الدخول الى الهاتف والتحكم الكامل به كما ترون الهاتف يعمل جيدا دون أي مشاكل أرجو أن أوفق في الشرح كما ترون زيت سكيت فيرسيون إصدار الأندرويد هو اثنان خمسة أرجو أن أكون قد وفقت في الشرح لا تنسون بالاشتراك والإدلاء بأرائكم وتعليقاتكم في هذا الموضوع دمتم في أحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته